أعزائي طلبة الدكتوراه، سنتناول في المحاضرات القادمة ما تبقى من المنهج. في الفصل الثاني أمن نظم المعلومات، السياسات والمعايير. فيما يلي سياسات أمن نظم المعلومات، وهي مقسمة إلى 5 أجزاء: 1 الغرض والمسؤولية، 2 وضع وتطوير النظام، 3 محطات الإدخال، 4 أمن المعلومات والمعدات، 5 برامج مكاتب الخدمات. القسم الأول الغرض والمسؤولية. الغرض من سياسات أمن نظم المعلومات في الشركات هو وضع التعليمات الضرورية لتشغيل النظام، بالإضافة إلى ضمان الدعم المستمر والتحسين في نظم الحاسب الإلكتروني ونظم الاتصال عن بعد. القسم الثاني وضع وتطوير النظام، أي اختناق النظام وتطويره. على الشركة تقييم دورية حياة النظام كما يلي: 1 تعريف وصف الاحتياجات، به وصف المتطلبات للمستخدم النهائي والهدف من التطوير الجديد، ج مراجعة الحلول البديلة، د تصميم النظام، ايه تطوير النظام، واو فحص واختبار النظام، لام التحكم في النظام. القسم الثالث محطات الإدخال. الإدارة لها السلطة في تركيب محطات إدخال، أي الأكسس تيرمينال، متعددة حسب متطلبات العمليات في الشركة. القسم الرابع أمن المعلومات والمعدات. يتطلب وجود الآتي على الأفراد: 1 أمن المعدات والأمن البيئي، يجب توفير وصيانة نظم الاتصال عن بعد ونظم الحاسبات، وذلك لتوفير الحماية اللازمة للمعدات والأجهزة والبيانات. اثنين أمن الاتصال والمعلومات، يجب توفير الآتي على الأقل: 1 التحكم في الدخول أو الوصول، الأكسس المنطقي، طرق تصنيف موارد المعلومات، أمن الدخول المحلي والشبكات، الاحتفاظ والتخلص من المعلومات، نظام تقارير التحليل لتحليل الأخطاء وتطوير الإجراءات لمنع الحوادث المستقبلية. ثلاثة التغطية والطوارئ، وذلك عن طريق الخطوات التالية كحد أدنى: تحديد التطبيقات الحرجة من أجل تحديد أولوية التغطية، وضع خطة مبسطة لعملية النسخ الاحتياطي، إجراءات الفحص والاختبارات على الأقل مرة كل عام لتقييم كفاءة الخطة الموضوعة لتخطيط كل مناطق التشغيل. على الشركة الاحتفاظ بالنسخة الاحتياطية في مكان خارجي للحد من المخاطر التي تعرضها أو تعرضها للتلف أو السرقة أو أي مخاطر أخرى. القسم الخامس برامج مكاتب الخدمات. يجب اتباع الخطوات التالية لضمان التفاعل الإيجابي لكل مكاتب الخدمات: 1 الرقابة على البرامج المطلوبة من قبل الشركة والتأكد من تجهيزها في الوقت المحدد وتقييم جودتها. يجب على الشركة ومكاتب الخدمة التحقق من أن البرامج الجديدة تعمل بصورة صحيحة قبل استخدامها بشكل أكبر. معايير أمن نظم المعلومات. معايير أمن نظم المعلومات يجب أن تحدد بالتفصيل متطلبات الرقابة على كل نظام معلومات، مثل المعايير التي تحدد طول كلمة السر والتي يجب ألا يقل عن 8 حروف، وفترة صلاحية كلمة السر 30 يوما، وأن كلمة السر يجب أن تتكون من على الأقل 2 حروف و3 أرقام. عينة من معايير أمن نظم المعلومات. معايير أمن نظم المعلومات التالية تمثل الحد الأدنى التي تقر الإدارة العليا والتي تطبق على نظم المعلومات داخل المنظمة. 1 عند التركيب الأولي للبرامج يجب تغيير كلمة السر من قبل مدير أمن النظام. 2 مدير أمن نظم النظام الاحتياطي يجب أن يتم تدريبه لضمان استمرار عملية تشغيل النظام في غياب مدير أمن النظام الأساسي.
الداتا يجب على مدراء أمن النظام وضع معايير تتطلب ألا تقل كلمة السر عن 8 حروف، 8 رموز حروف وأرقام. 4، يجب أن تكون كلمة السر محجوبة ويجب أن تكون مشفرة بحيث لا يمكن لأي أحد بما فيهم مدراء الأمن رؤية. يجب أن يحدد مدراء أمن النظام مدة صلاحية كلمة السر التي يجب أن تكون أقل من 60 يوم. 7، يجب الشك في هوية المستخدم بعد 3 محاولات فاشلة للدخول على النظام، وعليه الاتصال بمدراء أمن نظم المعلومات لإعادة تشغيل بطاقة الدخول الخاصة به. 8، ينتهي الاستخدام أو الدخول بعد 5 دقائق من عدم التشغيل. 9، يجب على مدراء أمن النظام سحب بطاقات المستخدمين المحولين فورا بناء على إخفاء مدير قطاع المستخدمين أو قطاع الموارد البشرية. 10، مدراء القطاعات يكونوا مسؤولين عن تدريب المستخدمين على عدم مشاركة أو إفشاء كلمات السر الخاصة بهم لأحد أو كتابتها أو تركها في محل عملهم. 11، إن خطة استئناف العمل يجب أن تشمل نسخ احتياطي كامل للنظام على أساس أسبوعي ونسخ احتياطي كامل للبيانات على أساس يومي والاحتفاظ بهم في مكان خارجي آمن. 12، يجب توفير تغطية تأمينية مناسبة للمكونات المادية للحاسب ونظام التشغيل والبرامج والبيانات بالتكلفة الاستبدادية. 13، التطبيقات المطورة من قبل الموارد يجب أن تطبق البرمجيات والمعايير عند الاستخدام. 14، المعلومات الحساسة مثل كلمات السر يجب تشفيرها لضمان سريتها. 15، يجب على مدير أمن النظام استخدام برنامج